انا مش سبتها شويه زومباويه، والزومبي اللي هيعمل فلوطه هديله بالمقروطه تعويذه عبد موته. وعملنا البحر طحينه وكتبنا عليه اسامينا فوق الموج، عدينا ولا حاجه تاثر فينا، بدينا كتير ومشينا، وريتنا عنينا اللي ما يتشافش الحظ بيلعب بينا، سمعنا علينا اللي ما يتقالش. واقول لك حذر فذر، اسرح بس اوعى تفكر، انا جاي الليله متنكر، هتشوفني طرف متقدر، انا عارف انك امريكاني، انا من مصر يا شويه عيال كاز. اثبت يا بت يا زومباوية، اثبت يا ابو جلابيه اللي شبه سيد معوض، اثبت يا حاج زومبي. ده مش كل زومبي اتسطل يعمل بطل. كات يا رمضان، يا رمضان يا رمضان، ازاي بتضربه كده يا ابن؟ دول لو لمسوك هيعملوا لك مشكله. ولا يعرف يلمسوني اساسا يا عم. ازاي دول زومبي؟ ايه زومبي ده؟ درام سعيد عملت معاهم بدل الحلقه اتنين يا استاذ. عملت معاهم حاجه؟ دول اتنين بتوع عفاريت، دول زومبي اعلى مرحله، دول الوحش يا جماعه. حد يفهمه، تعالى يا زومبوية. بص يا استاذ، هو الزومبي ده بيبقى بني ادم خلاص مات الله يرحمه، بس في نفس الوقت بيكون عايش، يعني زي ما تقول كده عايش ومش عايش. عايش ومش عايش ازاي يعني؟ عايش ومش عايش. ما تسمعش عمرو دياب ولا ايه؟ عمرو دياب كمان طلع زومبي؟ لا، عمرو دياب كان بيغني الاغنيه دي بلسان حال الزومبي، كان بيقول انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعض. مين دي يا استاذ؟ بس يا جماعه بنصور. سوري ارجع مكانك بقى لعوار. سوري رمضان هننجح. ها، ثقه في اللي نجح يا استاذ. يلا بينا. كلاك اتفضل. قاهر الزومبي 6-4 اول مره. ثقه في اللي نجح. اكشن. هتقول لي بقى عايش ومش عايش؟ هقول لك بناديك تعالى. عاوز بقى من خمسه الحضاره تعويذه عبد موت، وعملنا البحر طحينه وكتبنا عليه اسامينا من فوق الموج، عدينا ولا حاجه تاثر فينا، مدينا كتير ومشينا، وريتنا عنينا اللي ما يتشافش الحظ بيلعب بينا، وسمعنا علينا اللي ما يتشافش. بقول لك حظك فظك، اسرح بس اوعى تفكر، انا جاي الليله متنقع، عاوز بالله من خبص الخبائث، عاوز بكلمات الله. عدوا النجم، عدوا النجم. ارفع ايدك فوق لو متضايق هتروح، اركب مجات هتسيح وعك في العكس تسوق. ارفع ايدك فوق لو متضايق هتروح، اركب مجات هتسيح وعك في العكس تسوق. فرتكة فرتكة عالطبلة وعالسك ساكة، فرتكة فرتكة ضغطت ومحتك لك، فرتكة فرتكة راجعين نعمل دربكة، راجعين نعمل دربكة. هنعملها بالزبيب في الحاله دي، هضيف الزبيب والصنوبر عليها، وبكون عامله العصاج على جانب اخر. العصاج اللي هو زبيب لو كان في المسقعه. ليه هو انت بتعملي خشاف؟ انا اعرف ان الزبيب يتحط على الرز بلبن، على المهلبيه، على العشوره، لكن على البتنجان بايركس بالرز دنيا حظوظ. صحيح، صف لحمه مفرومه اذا كان باللحمه المفرومه، ونحط عليهم الصنيبر. يا خالتي انت هتفضلي قرفانه كده ببرامج الطبخ دي؟ كل يوم تتفرجي عليها من الصبح لليل قرفانه بيها؟ يا واد الكاتب جايبه فايده. يخرب بيتك الكاتب، الكاتب مش عارفه اركز. عندي مفاجاه لكل ستات مصر وستات العالم العربي كمان. الحلقه الجايه ان شاء الله هستضيف واحده منكم ست بيت. ازاي؟ طب بسرعه يعني روح هات لي ورقه وقلم. يقعد ما تمشي وانت زي اللوح كده، مش هات لي ورقه وقلم بسرعه. اما انت بتتفرج علي يا ماما، جبتش لي ورقه وقلم عشان المفروض تكتبي الوصفات. يا واد النمره هتروح مني، اجري بسرعه، اجري. ركزي على الارقام اللي ظهرت على الشاشه دلوقتي. لله وان شاء الله امسكي، هبقى معاكي ومع الجمهور الاسبوع الجاي.
لو سمحت بعد اذنك. مؤمر فين المكير؟ روح 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 ازاي؟ روح بيتهم يعني؟ حالا والله لسه مروح. طب امال مين اللي هيشيل الميك اب؟ حضرتك هتيجي بكره بنفس الراكور برضو هتصوري برضو. يعني ابات كده يعني عشان هاجي بكره بنفس الشكل؟ يعني ايه اعمل انا ايه؟ خلاص شكرا، حضرتك كوافير مش تعرف تعمل حاجه. شكرا شكرا، متشكره قوي. العفو يا فندم. عليا انا برضو الكلام ده؟ وانا بنت هتقعد صوتك؟ انت لهفه يا بني ادم. عامله ميك اب زومبي اصلا؟ لو ميكروباص او حتى تاكسي وقف لي وبعايز الحرق شكلي مرعب جدا. لهفه انت عارفه والله انا عمري ما اتاخر عليكي، بس النهارده مش هينفع، انا بقيت على شباك التذاكر، ده انا حتى ما بعرفش اروح الحمام. ماشي ماشي يا مرتديلا، ثانك يو. استنى لهفه، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال دوت؟ ايه الزحمه دي؟ ايه يا استاذ؟ ساب شغلك وعمال تحب على الموبايل، وفي اتنين مشوا، في 8 تذكرتين مخصومين منك، ايه رايك؟ طب وانا ذنبي ايه يا فندم؟ حضرتك القاعه اتملت، انا مش فاهم اصلا موقفين ليه؟ واقفين ليه؟ يا ابني في 5 افلام، حاول تقنعهم يخشوا اي فيلم، عايزين نشتغل. مش حلوين يا فندم، شفت الخمس افلام كلهم مش حلوين. مش حلوين؟ ايوه. مخصوم منك 3 ايام، ايه رايك؟ حضرتك بتاخد رايي؟ اه. اكيد طبعا مش عاجبني. ده اللي عندي. ماشي ماشي، شكرا يا فندم، اتفضل روح على مكتبك. وانت شوف شغلك. حاضر. ايوه كابتن مصر، مش حلو. لا اله الا الله. ابعد مكتب وغنمك عداله، ابعد مكتب وغنمك عداله. ايه ده؟ برنامج ايه بقى ده اللي هيجيبوه في ست بيت؟ ولو هيجيبوا ست بيت هيجيبوك انتي؟ لا طبعا، هيجيبوا حد قريبتهم، واحده عايزين يظبطوا معاها فيجيبوها الاستوديو ويفضوا الاستوديو ويعملوا لها برنامج عشان يظبطوا معاها. ممكن تكتم؟ اكتم بقى، انت ليه محبط كده؟ ليه عايز تقتل الحلم اللي جوايا؟ ما انا لازم اقتل حاجه، فيقتل الحلم اللي جواكي يقتل الواد ده عشان انا قرفت منه. طب كتب، التليفون بيضرب. الو؟ ايوه انا مدام ابتهال، مين معايا؟ ايه؟ لا لا بس اصلكم فاجئتوني خالص. طيب انا هحاول الغي كل مواعيدي، هاجي لكم في الميعاد بالظبط بالظبط. اوكي مع السلامه. شفت ده مرتضى ابنك صح؟ متفقه معاه وعامله حوار علينا عشان تعيش اللحظه والوهم صح؟ يا محبط كتب بقى كتب. انا مش محبط والله، محبط اسمعيني اخص عليك. انا مش محبطك، انا بقول لك الحقيقه، الوهم عمره بس ما تشوف مين. ازيك يا لافا؟ ازيك يا حبوبي؟ اخبار اسمك ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده يخرب بيتك، في ايه؟ انت مين؟ مين دي؟ انا لهفه يا خالته، لهفه. وايه اللي عامل فيكي كده يا بنتي؟ طيب متعودين احنا على المناظر دي وعلى اللبس وعلى الشكل ده، لكن انتي ماشيه تتطوحي كده ليه زي السكرانين؟ خالته من فضلك انا مش قادره اتكلم كلمتين على بعض، انا جايه من الهرم لحد هنا ماشيه على رجلي. طب وليه جايه ماشيه على رجلك؟ ده انت عفريته دلوقتي، انت ممكن تطيري في الهواء، ما حدش هيكلمك، او تصاحبي سندباد وتيجي معاه على المشايه. ايموني يا حبيبي اوعدك لما ابقى نجمه هحقق لك كل اللي في خيالك ده. وانا بقى ما قلتلكيش؟ لا ما قلتليش يا خالته. مفاجأة. بص يا حبيبتي، لو ما عندكيش حاجة بكرة ممكن تقعدي قدام التلفزيون وتتفرجي عليا وانا طالعة بتألق في التلفزيون. انت هتطلعي في التلفزيون ليه يا خالته؟ انت رايحة مع بابا تتفرجي على ماتش ولا ايه؟ ماتش ايه؟ ماتش ايه؟ دي مدام رجاء الجداوي كلمتني، حاولت تستعين بيا علشان تتعلم اصول الطبخ، وحتى قالت لي ممكن تجيبي معاكي حد يساعدك. يا حبيبتي يا خالته يا حبوبة قلبي. قلت اخد بقى الواد ايمن معايا يساعدني. يا حبيبي قلبي يا حبوبة. خديه يا خالته. جود لك يا حبوبة. خش جوه. خش جوه عفريتة. هتيجي معايا يا ايمن؟ طبعا. انا مش هنام النهارده، مش هنام. نامي بكره بقى. انا كنت مسافر في الصحراء ومشواري طويل. بسم الله الرحمن الرحيم. عفريت عفريت. بابا انا مش عفريت، انا لهفه. لهفه؟
ويا بنت اللي عمل فيكي عفريت، تركبتي بعفريت ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا عامله دور زومبي. زومبي؟ ما شاء الله، برافو مع محمد سعد، هايل. لا يا بابا، انا عامله دور زومبي مش الليمبي. كويس كويس، هو يعمل ليمبي يدخل على الزومبي، مش زومبي على الليمبي. بابا انا مش قادره اشرح لحضرتك اكتر من كده، عن اذنك حبيبي. صباح الفل. صباح النور حبيبتي، ما شاء الله ما شاء الله، متقمصه الشخصيه قبل ما تخرج تاديها. دي قلت استاذ محمد رمضان؟ ايوه. طب ممكن تندهولي لو سمحت؟ لا الاستاذ مشغول، ما ينفعش يقابل اي حد دلوقتي. طيب خلاص اوكي، انا هستنى. اتفضل. إيه طب ممكن من فضلك تصورني مع الاوضه؟ سوري. خلاص اوكي، هاخد سيلفي. السلام عليكم. السلام عليكم يا نجم. حضرتك شنط في العربيه؟ اهلا وسهلا. ازيك؟ الحمد لله. انا لهفه.